Je suis Faïqa Benjanet Wahada, membre fondateur de l'association et vice-présidente chargée de communication et médias. جمعية الأولياء والتلاميذ. الجمعية هذه تأسست نهار 3 سبتمبر من 2015. دونك تنجم تقول جديدة. لكن في البريود هذه تبارك الله معناها لقات نشاط كبير وبرشا معناها تشجيعات. كل قايل الجمعية هذه شبيها توا تأسست. كي نقارنوها بلدان أوروبية نلقاو فرنسا من عام 1906 لها تقريب 100 سنة، المغرب موجودة الجمعية هذه لها 50 سنة من 1958، تونس 2015، لكن مش مشكل ديما نجمو نخلطو بحول الله نوصلوا حتى كيفهم ولا أكثر منهم. الجمعية هذه توجدت لأنه جات في وقت باهي على خاطر المساهمة متاع الأولياء والتلاميذ في المؤسسة التربوية متاع أولادهم، لأنه في الأعوام الأخرى هذه نشوفوا كونه الأولياء بعاد متباعدين على المؤسسة متاع التعليمية متاع أولادهم وما همش قراب، فماش تعامل ما بين الأولياء والتلاميذ نحو المؤسسة التربوية. الجمعية هذه برانسيبالمون الأولياء والتلاميذ، كي يقولوا في أوروبا يقولوا جمعية الأولياء للتلاميذ، لا بي أسوسياسيون دي بارون ديليف، لكن احنا في تونس اختلفنا عليهم وديما تونس نختلفوا على الغربيين، حطينا الأولياء والتلاميذ. علاش؟ خاطر الأولياء يزم يكون مساهم ومشارك في المؤسسة التربوية والتلميذ زادة باش نحسوهم اللي هما مسؤولين على المدرسة. بالنسبة للجمعية هذه متكلفة أكثر بالمدارس الابتدائية الإعدادية والثانوية. كما قلت لك الأولياء في المدة الأخرى حسينا فما نقائص على المستوى العلاقة ما بين الولي والإدارة والمعلمين، فما بعد كبير تلامذة كيف كيف، دونك النقائص هذه الأولياء ما عندهمش دخل في الإدارة، ما عندهمش دخل بالأفكار أو يكون فاعل في المؤسسة في الليكول بتاع أولادهم. لذلك توجدت الجمعية هذه باش أولا من أهم الأهداف متاع جمعيتنا نحبوا نكونوا همزة وصل ما بين الأولياء التلاميذ والمؤسسة التعليمية، وتكون لفائدة أهم لفائدة إيجاد المناخ المناسب اللي يكون ملائم للتلامذة. وهذه من أهم الجملة معناها من الأهداف، من أهم الأهداف اللي نسعى عليها. حاجة أخرى من أهم أهداف الجمعية هي الدفاع عن حقوق الطفل كتلميذ. كيفاش؟ كانوا عنده الحق في الجودة، في جودة التعليم والتربية السليمة. التربية السليمة كي نقولوا المساواة بين مختلف الجهات، معناها التلميذ اللي يكون في تونس كيف عنده لمام كما في المناطق الداخلية وفي مختلف الطبقات الاجتماعية الأخرين، لازم التلامذة الكل في نفس المستوى التعليمي والمستوى التربوي زادة. من هدف الأهداف الجمعية زادة هي المساهمة في تحسين البيئة المدرسية من خلال برامج تحسيسية. البرامج التحسيسية اللي ديجا احنا قمنا بها المدة هذية في بعض المدارس في المناطق في تونس، وان شاء الله في برنامجنا السنة المقبلة باش نخدموا ضد العنف، ضد الانحراف وتجنبك المخدرات وغيرها من المشاكل اللي تتعرضها المؤسسات المدرسية. السنة مثال بدينا في بعض ليسي وبعض مدارس ابتدائية كيفاش نتفاداو الضغوطات النفسية قبل الامتحانات، وهل الأمسيات التحسيسية خذوا صدى
خاطر الأولياء وحتى التلاميذ زادة سمعناهم وكانوا معنا مختصين من الدكاترة في الطب النفسي وأساتذة الاجتماعي. دونك بدينا بالقيام بالتحسيس ديما في التظاهرات التحسيسية، ديما تلقى نتوجدوا الأولياء والتلاميذ ومعهم الأساتذة والمعلمين والمؤسسة التربوية والإدارة. هو شنو كما قلنا احنا هم توصل معناها ورجعوا الثقة ما بين الوالي التلاميذ مع التربية مع المؤسسة التربوية، ونخدموا زادة على أهم البرامجنا زادة المساهمة في أكثر من التظاهرات الثقافية والتظاهرات الرياضية. كي يقولوا التظاهرات الثقافية هي شنو؟ خاطر باش تسعى في تنمية الفكر النير، هو الاسبري كريتيك، معناها الصغير معناها كي يكبر ويخرج ديجا يعرف شنو تياتر ميوزيك، يعرف لي فيزيت دي موزي والكل. بالنسبه علاش نحبوا ديما الاولياء يشاركوا؟ خاطر المدرسه ما تنجمش، الامكانيات ما تنجمش يكون باش توفر لي بوس موان دو ترونسبور. دونك الاولياء هما يساهموا ويعاونوا باش المعلمه ولا الاستاذه تعمل الدرس نتاعها. نرجعوا لك زيارات لي موزي ونرجعوا للمتاحف، عندنا برشا اماكن معناها باهيه في تونس، وزاد نشاطات كالمسرح والموسيقى من الأولياء بيدهم، من الأولياء بيدهم. حاجة أخرى هي نأكدوا زادة على كون الولي يكون يعاون كان فما دي رينوفاسيون في ليزيكول. تعرف فما المدارس تصير لهم نقص وتأيها ماهيش مناسبة للتلامذة، فاحنا نحبوا نحسوا الولي كونه هو زادة مسؤول وينجم يشارك. كي ناخذوا المثال آخر مرة توا الأسبوع الآخر حضرت في إنوغراسيون في مدرسة ابتدائية في سكرة العوينة، هما الأولياء قاموا بتغيير برشا أماكن من المدرسة، تحسين الوضع، وعملوا حتى لا بانتور تنشوفوها في لي فوتو توا كمال قدمهم من بعد، ألوان في المدرسة، كلهم الأولياء. علاش؟ لي كونوا ولدهم يكون في مدرسة مدرسة معناها فيها تأييها ليه. وشجعنا، كان حاضر معنا زاد مندوب من وزارة التربية وحضرت أنا، استدعوني، وهذه معناها حطيتها إكزامبل حتى في السيت متاعنا باش إن شاء الله المدارس الأخرين والأولياء الأخرين يعملوا كيف مساهمة. باش نقولوا احنا الجمعية هذه كيفاش الاشتراك متاعها؟ الاشتراك في الجمعية هذه هو فما جمعيتنا فيها ثلاثة، تتكون ثلاثة دي سيكتور. فما سيكتور لوكال، سيكتور لوكال هو في وسط المدارس، سيكتور ريجيونال معناها مكاتب جهويه، والمكتب الرئيسي اللي هو لي مومبر فونداتور، اللي احنا لي مومبر فونداتور. تلقى المكتب نتاعنا في الحمامات واللي يترأسها سيريدا الزهروني، هو رئيس الجمعيه. وقمنا بتأسيس تكوين مكاتب جهوية، عملنا مكتب صفاقس، موجود مكتب صفاقس، مكتب سوسة، مكتب حمامات نابل، وأنا ليا بالمكتب تونس الكبرى. كي نقولوا تونس عملنا مكتب الجهوي تونس واحد وتونس اثنين، عملنا المكتب الجهوي أريانا ولاية أريانا، وإن شاء الله بينتو باش نعملوا مكتب بن عروس. المكاتب هذوما كيفاش تصير لاديزيون؟ دونك يتصلوا بالمكتب الجهوي اللي موجود في الباج نتاعنا، في الباج الفيسبوك أتوب جمعية تونسية للأولياء والتلاميذ، والاشتراك وشوفنا أقرب مكتب جهوي في المنطقة اللي هو موجود فيها ويكون أديغان إن شاء الله. من السنة المقبلة مش يوليو المدارس هما يكونوا جمعيات في الأولياء متطوعين معاهم. احنا ديما نطلبوا في كل بيغو زوز تلامذة يكون السن نتاعهم من 15 سنه ما فوق،
الاشتراك يكون للأولياء لكن التلاميذ مجاني. فوالا دونك بحول الله فما تعامل كبير ما بين الأولياء والمعلمين والإدارة. ونقصوا شويه كل بريسيون الولي يدخل طول فك المعلم وكل كان فما اي مشاكل اي اضافات اي تحسين فك المدرسه نتاع ولده يتجه للجمعيه وهي كما قلت همزه توصل. نتصلوا بالمؤسسه التربويه اذا كان فما مشكله اذا كان فما تحسين او افكار. احنا حاجتنا كونوا التلاميذ يجيبوا لنا افكار لتحسين المدرسه باش يوليو اوتونوم باش كي يعمل صوره والا يعمل يزرع حاجه في الـ في الـ في المدرسه نتاعو يخلي زاده تذكار خاطر هو باش عادي 6 سنين في الابتدائي و7 سنين في الليسي معناها عمر ونعرفوا كونه كي نكبروا نقولوا احسن وقت واحسن بيريود هي كل ابتدائي وكل ليسي. دونك نحبوا نحافظوا نحبوا نخليوا احسن ايماج وزاده نخرجوا بثقافه مش خاطر خلينا الباك والا عملنا سبيسياليتي لكن لا نخرجوا فما تربيه متكامله وعندنا الروح ونحبوا ديما نقول الاولياء اني اولادنا نحبوا خرجوهم عندهم اكل احساس بالوطنيه لا سيتوانيتي. محلاه ولدنا كي يخرج يعرف قيمه ما يلوحش في الشارع والا نعلموا النظافه والانتباه وحب الوطن نتاعو وحب الوطنيه. ونشكركم برشا على نشكر سي كمال على الميسيون تاعو وان شاء الله نكون وصلت المعلومه. شكرا كمال.